إخواننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. نقول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية جميع، انظر إلى هذا السيسي العميل الذي خرج أمس ليصف ثوارنا البواسل من أمام قاعة الشهداء. من أمام قاعة الشهداء بمدينة مصراتة الصامدة، مدينة الجهاد، مدينة الأسود، مدينة الأبطال، مدينة الصامدون والثابتون على طريق الحق والمدافعون عن الوطن، عن ليبيا، أن تكون موحدة تنعم بالأمن والاستقرار و بالدولة المدنية التي يتداول فيها الليبيون السلطة سلميا. الآن خير ما نبدأ به تجمعنا هذا آيات من القرآن الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ عبد الله حديد، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذكر نفسي وأذكركم بهذه الآيات في هذا اليوم الطيب المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الله أكبر. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا سعدنا. دم الشهداء ما يمشي شباب. دم الشهداء ما يمشي شباب. دم الشهداء. يا الله يا الله. دم الحفظ واللي معاه. يا الله يا الله. دم الحفظ واللي معاه. يا الله يا الله. دم الحفظ واللي معاه. يا الله يا الله. منصورين بعون الله. يا الله يا الله. الآن مع نشيد العزة والشموخ، نشيد الحرية، نشيد يا بلادي. يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي. واسلمي اسلمي 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 دون المدى، إننا نحن الفدا. ليبيا ليبيا ليبيا. يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك، فاسلمي إن على الدهر جنود. لا نبالي إن سلمت من هلك، وخذي منا وثيقات العهود. إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود للقيود. قد حررنا وحررنا الوطن. ليبيا ليبيا ليبيا. يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ارفعي كيد الأعادي والعوادي. واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفدا. ليبيا ليبيا ليبيا. ليبيا 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 ليبيا. عنوان هذه المظاهرة هي الانتخابات، هي خيارنا والانتخابات البرلمانية
هي مسارنا القادم بإذن الله والعاجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في البداية نقول لكم بعد الترحم على شهدائنا الأبرار الذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم الطاهرة الزكية التي دفعوها في أن تقوم دولة العدل والقانون والمؤسسات الدولة المدنية، وفي سبيل أن لا يقوم بعد اليوم حكم للعسكر وللعائلة المقيتة التي عانينا منها أكثر من 50 عاما الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من هنا من أمام قاعة الشهداء، من مدينة الشهداء، من عاصمة الشهداء، من مدينة الصمود مصراتة، نقول للمجرم عقيلة صالح، هذا العجوز الخرف، هذا نسموه نحن بلغتنا الجواد، أبوه كان جوادا للطليان وهو الآن جواد للسيسي وللفاغنر وللمجرم حفتر، وكان جوادا للمقبور عليه اللعنة. نقول له أيها العجوز، عجوز الخرف، أيها العجوز الحقير، نقول لهم من مدينة الصمود هنا، هنا من مصراتة، نقول لهم والله كل قطرة دماء تسيل في ليبيا فهي ستكون بسببك أنت، وستتحمل مسؤوليتها أنت والعجوز الخرف أيضا حفتر وأبنائه اللصوص. نعم أنت تدعو إلى الحرب، وقد رأيت فرسان ثورة 17 فبراير في الحرب. نحن لا نريد الحرب بل نريد السلام. وأخو 17-2 وبس، لا حفتر لا ضيق نفس، 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 17-2 وبس، نقول له إنك تدعو للحرب وتدعو لسفك دماء الليبيين الطاهرة، ولكن أبسط رد جاءك من مدينة طبرق، من أحرار مدينة طبرق، من ثوار مدينة طبرق، من الشاب البطل علي قطعاني. لقد سرد تاريخك كله وتاريخ أجدادك العملاء أيها العميل الساقط. وندعو أن من هنا من مدينة مصراتة النائب العام أن يصدر أمر قبض في هذا العميل الخاين الذي استدعى الجيش المصري لضرب أخوته الليبيين وقتلهم، وهو الذي ساهم في سفك دماء الليبيين وأعطى الشرعية للمجرم حفتر لأن يهجم على طرابلس، فكل قطرة دم فهي في رقبته ورقبة المجرم حفتر وأبنائه اللصوص ومن بطح معهم من العملاء. نعم نقول لحكومة المربوعة اللاشرعية، إذا جئتم معهم ضد أخوانكم التوار السابقون فوالله كل قطرة دم ستكون في أعناقكم. نعم أنت يا فتحي بشاغة، وأنت يا محمد صوان، وأنت يا سليمان الفقي، وأنت يا أسامة جويلي، إذا أتيتم مع المجرمون والله كل قطرة دم ستكون في أعناقكم وستسألون عنها يوم القيامة. ارجعوا إلى أخوانكم، أخوانكم في الثورة، والله لن يكون هناك أحد يتبع المجرم حفتر إلا وهزمه الله بإذن الله. نعم هذا وجه الهزائم، ولن بإذن الله لن يعلي له ربي في بلادنا راية، ولا يحق ولن يحقق له غاية،
وسيجعله لمن خلفه عبرة وآية. من مصراتة جاك الرد يا مرتد، من مصراتة جاك الرد يا عقيلة يا بشاغة يا مرتد، من مصراتة جاك الرد يا بشاغة يا مرتد، من مصراتة جاك الرد. كل من أقفل النفط وأقفل المياه على الليبيين وقطع أسلاك وكوابل الكهرباء، نقول له، نسأل الله العظيم في هذا اليوم الكريم أن يقطع عنك، أن يجمد الدم في عروقك، وأن يقفل عليك أبواب الجنة ويفتح عليكم أبواب الجحيم. اللهم أمين. أمنوا معي يا أخوتي، اللهم كل من أقفل النفط اللهم أقفل عنه أبواب الجنة يا رب العالمين، اللهم أقفل عنه أبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم كل من أقفل النفط وأقفل المياه وقطع الكهرباء اللهم أقفل عنه أبواب الجنة يا رب العالمين، وافتح عليه أبواب الجحيم في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا وأن تبعد عنا شراننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. نقول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية جميع، انظر إلى هذا السيسي العميل الذي خرج أمس ليصف ثوارنا البواسل المدافعون عن ليبيا وعن العاصمة وعن الدولة المدنية بأنهم ميليشيات إرهابية. نقول لك انشغل ببلدك التي الآن عليها ديون 600 مليار دولار، الشعب المصري الآن جائع، اشتغل، بعت صنافير وجزرك وسلمت المياه لأثيوبيا، الهب بدولتك التي على شفا جرف انهار بإذن الله. وأن ونحن كأخوة مصريين ليس لنا معهم مشكلة، ولكن مع هذه الحكومة الصهيونية نطلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية طرد السفير المصري من طرابلس. نعم، طرد السفير المصري من طرابلس، فهو يتجول بين الكتائب ويوعدهم بالأموال كي يأتوا مع حكومة المربوعة، حكومة حفتر العميلة. نعم، نطلب منه وبأسرع يمكن، وإلا والله سنمشي إلى السفارة المصرية وسنقوم بتحطيمها والقبض على هذا الخير. الله أكبر. يا دوار هيا هيا، فبراير ما زالت حية. يا دوار هيا هيا، فبراير ما زالت حية. يا دوار هيا هيا، فبراير ما زالت حية. يا دوار هيا هيا، كما نطلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الإسراع في إجراء انتخابات برلمانية عاجلة حتى نتخلص من هذه الوجوه العفنة، هذه الوجوه الميتة، هذه الوجوه المريضة. نعم، نقول لهم من هنا اسرع ولا تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. نعم، حكومة منتخبة يقوم بتكليفها المجلس النيابي الجديد التي سيتم انتخابه بإذن الله. الآن معنا مناضل من ساحات الثورة، الحاج الهادي الماني له كلمة فليتفضل. يا سيسي يا عميل، أشكى في نهر النيل. يا سيسي يا عميل، أشكى في نهر النيل. يا سيسي يا عميل، أشكى في نهر النيل. يا سيسي يا عميل، بائع نهر النيل. يا بائع نهر النيل. الله أكبر، الله أكبر. يا سيسي يا عميل، يا بايع نهر النيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر على من طغى وتجبر، الله أكبر على من أتى بجيوش العالم ليقاتلوا إخوانهم ومواطنيهم. الله أكبر عليهم، الله أكبر. والله ما سمعنا بهذا في الملة الأولى،
الله أكبر من أتى بالجنجويد ومن أتى بالفاجنر وأتى بكل طيران العالم ليقتل أبناءه وليقتل أولاده ليقتل هذه الأمة الطيبة الكريمة. الله أكبر، ماذا سنقول له وماذا سيقولون له يوم القيامة؟ والله ما سقطت قطرة دم من شهيد، من امرأة، من طفل، من مجاهد إلا ستأتي يوم القيامة في رقبة هؤلاء المجرمون. بالله عندما يأتي الشهيد يجرجل قاتله إلى رب العزة ويقول له يا رب يا رب سل هذا لما قتلني. بالله وقتها متى سيكون الجواب وأين ستجد الجواب؟ والملائكة مجلجلون لك بالسلاسل، فأين المهرب؟ اليوم دنيا، اليوم دنيا، اليوم عمل وغد جزاء. والله والله كما قلت آنفا، لقطرة دم شهيد خير من كراسي وخير من الأموال وخير من القصور، كلهم لا يسوون شيئا. عندما تسقط قطرة شهيد اعلموا يا أحبتي أن الشهادة في سبيل الله وفي سبيل الوطن هي أغلى 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 من كل شيء. عندما أول قطرة شهيد من دمه يغفر له ويرى مقعده من الجنة فبذلك شهدانا والحمد لله، والله محشرنا معهم يرون مقاعدهم من الجنة، فيذهبوا من هذه الدنيا وينفصلوا عليها وينسوا الأبناء والأولاد ويستبشروا لأن رأوا جنة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر الله أكبر. دمك يا شهيدي ينادي يبي تحريرك يا بلادي. تبت يا شهيد يبي تحريرك يا بلادي. دمك يا شهيد ينادي يبي تحريرك يا بلادي. دمك يا شهيد ينادي يبي تحريرك يا بلادي. دمك يا شهيد ينادي يبي تحريرك يا بلادي. يا أحبابي يا أحبابي باسمكم أيها المجاهدون المناضلون، لأن هذه الوجوه الطيبة التي بقيت على مبدأها لا يغيرها مهما تغير الأزلام وتغير الوحوش وتغير هؤلاء الوجوه النجسة التي أنجزت هذه بلاد الطاهرة، بلادنا الطاهرة، مصراتة الطاهرة، لا تحمل الخونة، لا تقبل الخونة الذين باعوا دم الشهداء. أقول لكم أقول لكم والله ما زلنا على العهد، والله ما دام فينا عرق ينبض بالحياة، والله لن نزحزح أنملة بإذن الله. باقون باقون مهما تغيرت الظروف، يا إما ننتصر ونعيش عزة على هذه أرض، هذه أرضنا ليست أرضهم، أرض أجدادنا التي خرج يوم السبت، منهم من خرج بمنجل ومنهم من خرج بأي شيء عندما نادى منادي الجهاد الله أكبر الله أكبر. عملاء باعوا دم الشهداء. عملاء عملاء الشهداء. عملاء عملاء باعوا دم الشهداء. عملاء والله والله يا أحبتي التاريخ يجدد نفسه. في 2011 عندما خرجت مسيرة من هنا من مصراتة، والله أنا لا يجد في نفسي إلا قدومة، والله إلا قدومة، واجهنا بها أعتى الدبابات، وهنا سقط الشهداء 40 شهيدا سقطوا في مزلج الحرية والكرامة. والله والله لن نتزحزح ولو ابنا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من أجلك يا ليبيا شهداء شهداء. من أجلك يا ليبيا شهداء شهداء. من أجلك يا ليبيا شهداء شهداء. من أجلك يا ليبيا بارك الله في الحاج الهادي الماني على هذه الكلمات الصادقة. الآن معنا رجل من رجالات مدينة سبها له كلمة فليقولها، هو السيد علي عز الدين، فليتفضل. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. أربع راسك فوق أنت لي بحر. أربع راسك فوق أنت لي بحر. ارفع راسك فوق انت لي بحر. ارفع راسك فوق انت لي بحر.
ارفع راسك فوق انت ليبي حر. بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا مطلبنا هو اسقاط البرلمان، لازم اسقاط البرلمان، هذه المشكلة الوحيدة. يسقط البرلمان، يسقط البرلمان، يسقط البرلمان عقيلة يسقط برلمان عقيلة يسقط برلمان عقيلة يسقط برلمان عقيلة يسقط برلمان عقيلة. طبعا ولا ننسى أن نترحم على شهدائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم. بالأمس ودعنا شهيد من أبطال فلسطين، ونسأل الله أن يثبتهم ويحميهم من الصهاينة الغاصبين، وهو الشهيد عودة محمد عودة ابن 17 عاما، توفي بالأمس برصاص المغتصبين. نسأل الله أن يرحمه وباقي الشهداء، نسأل الله أن يثبتهم. وأنا أقول من هذا المنبر وأنا أقول من هذا المنبر نحن معكم قلبا وقالبا. نسأل الله أن لا يجعلنا من الذين خذلوا المسلمين في بقاع الأرض أجمعين. نسأل الله أن ينصرهم ويثبتهم، ونسأل الله أن يحفظ هؤلاء المناضلين. نسأل الله أن يحفظكم وبارك الله فيكم، وذلك وصلوا وسلموا على الصادق المصدوق عليه وصحبه اجمعين. بارك الله. الله اكبر. الله اكبر. بارك الله. بارك الله في كلمتك الصادقه السيد علي عز الدين. الان الكلمه لاحد مناضلين ثوره فبراير الاستاذ فيصل معتيق، فليتفضل. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. مرحب بسبها يا سادة ديما بالموعد كالعادة. 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 مرحب بسبها يا سادة. إخوتي الأعزاء، أيها الجمع الكريم، من هذه البقعة الطاهرة نترحم على شهدائنا، شهدائنا الأبطال الأبرار الذين تصدوا لذلك الطاغية وهدموه وأسقطوا نظامه وجعلوه عبرة. والحمد لله، كانت ثورة 17 فبراير ثورة مجيدة، وكانت مثال لكل الثورات في التاريخ. هي ثورة يعتز بها كل عربي مناضل، وكل عربي يحمل حل هذه الأمة ويحمل حلم استرجاع أمجادها واسترجاع قدرتها على تغيير التاريخ وعلى فرض إرادتها وعلى فرض السلام في هذا العالم الظالم، في هذا العالم الذي يحشد. وفي الحقيقة يرى فيه هذه الأمة هي العدو الوحيد، ويحشد كل قواه لإرغامها على الاستسلام وعلى الخنوع وعلى أن ترضى بقرار الظلم وقرار الجور، وتسلم في كل ثرواتها، وتتنازل على تاريخها المشرف وعلى عقيدتها السمحاء. هذا العالم الظالم لم يرضى للشعب الليبي أن تنجح ثورته وأن يبني له دولة مدنية، دولة يسودها الحق وتسودها العدالة وتسودها الحرية. هذا العالم تكالب على هذا الوطن بكل قدراته وبكل الخانعين والعملاء
ليسقط ثورة 17 فبراير المجيدة، ليسقط حلم هذا البلد، هذا الوطن، هذا الشعب في الحرية والديمقراطية والدولة المدنية. يا توار هيا هيا، فبراير ما زالت حية. 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 إخوتي الأعزاء، إخوتي الأعزاء، ما أشبه هذا اليوم بالبارحة، ما أشبه هذا اليوم الذي يتطلب منا الوقوف بكل إخلاص وبكل مصداقية في وجه الأعداء، في وجه المتآمرين على ثورة 17 فبراير. ما زلنا إخوتي الأعزاء ما زلنا في مشوار النضال والكفاح، لم تنتهي ثورة 17 فبراير، ما زالت في مسارها الحقيقي، وما زالت في طريقها طريق التضحيات وطريق النضال حتى تتحقق أمانينا وأحلامنا في الدولة المدنية. إخوتي الأعزاء، في هذا اليوم ارتأت جماهير الساحات في مصراتة وفي طرابلس أن يكون العنوان هو خيارنا الدولة المدنية وقرارنا الانتخابات البرلمانية. إخوتي الأعزاء، نحن في طريق التنسيق، لأن هذه الساحات يجب أن تعلو كلمتها ويجب أن تفرض إرادتها فيها في هذا الوطن، ولا تكون بضعف ولا تكون باستكانة، لأنها هي صاحبة القرار، لأن منها خرجوا الأبطال، منها خرجوا الأبطال الذين أسقطوا ذلك النظام العتيد، تلك الدكتاتورية المقيتة التي جثمت على صدور الليبيين أكثر من 4 عقود. إخوتي الأعزاء، ارتأت الساحات أن توحد كلمتها وأن توحد صفوفها وأن تتوجه لكل الليبيين بكل فئاتهم وبكل مشاربهم، أن يلتحموا جميعا في هذه الساحات وأن يقولوا كلمتهم وأن يفرضوا إرادتهم. فهم مصيرك مصير مقبول، مصيرك كيف المقبول يا حفتر جاك الدور، المقبول يا حفتر جاك الدور، مصيرك كيف المقبول يا حفتر جاك الدور، مصيرك كيف المقبول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخوتي الأعزاء، ما زال هذا المشروع المدعوم من قوى الشر ومن أعداء هذا الوطن، أي من أعدائنا، أعداء الشعب الليبي بل وأعداء الشعب العربي، ما زال هذا المشروع الذي يهدف لاستعادة الدكتاتورية والذي يهدف للسيطرة على شعبنا الحبيب، ما زال في طغيانه وما زال يتلقى الدعم الكثير والكثير من قوى الشر في العالم، من محور الشر في العالم، ولكن بفضل أبطال هذه الأمة وبفضل أبطال هذا الوطن، ما زالت ثورة 17 فبراير حية. ولكن نقول أن مطلوب منا جهد أكبر، ومطلوب منا مواجهة أكبر، ومطلوب منا وحدة الصف بشكل أكبر وبشكل واضح وصريح. نحن نقول للإخوة الذين حتى كانوا في يوم من الأيام قد تبوأوا مناصب قيادية في هذا الوطن وأوصلوا الوطن إلى ما أوصلوه إليه، نقول لهم إن عليكم واجب شرعي وأخلاقي أن ترجعوا للساحة وأن تعيدوا
وأن ما سلبتوه من هذا الوطن، وأن تقفوا معه في درب النضال وفي درب الكفاح حتى تصححوا مساركم قبل تصحيح مسار الغير. أنتم أحوج أن تصححوا مساركم وأن تقفوا مع هذا الشعب وتعيدوا زخم الثورة وتعيدوا الثورة إلى طريقها الصحيح حتى ننجح في بناء ما ينشده هذا الشعب، حتى نصل لأحلامنا الحقيقية، أحلام ثورة 17 فبراير في تحقيق الدولة المدنية. وبإذن الله لمنتصرون بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيك أستاذ فيصل على هذه الكلمات. هيا فبراير ما زالت حية يا ثوار، هيا هيا فبراير ما زالت حية يا ثوار، هيا هيا. الآن إخوتي، الآن إخوتي سنقرأ البيان تجمع ساحات الثورة في مدينة مصراتة لهذه الجمعة، وبعد ذلك ستكون الكلمات للحضور، الذي يريد أن يلقي كلمة فليتفضل. الآن مع بيان سكر الآن مع بيان ساحات تجمع الثوار بمدينة مصراتة يلقيه علينا الحاج إبراهيم بوعليم فليتفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، في الوقت الذي تمر به بلادنا الحبيبة من تكالب لقوى الشر والطغيان والظلمة عليها، فإن تجمع ساحات الثورة بمدينة مصراتة يؤكد على التالي: الإسراع في إجراء انتخابات برلمانية عاجلة للتخلص من الأجسام المريضة والميتة برلمان عقيلة أبو سويت ومجلس المصري، رفضنا التام لحكم العسكر والعائلة وأن يكون للمجرم حفتر وأبنائه وسيف المقبور أي دور في المشهد السياسي الليبي القادم. الله أكبر، الله أكبر. رفضنا التام لأي اتفاق يتم بين الليبيين يكون تحت رعاية حكومة السيسي الصهيونية. الله أكبر. رفضنا الكامل لتصريحات العجوز الخرف المجرم عقيلة صالح أبو سويت، الله أكبر، التي صرح بها من مدينة سرت، والتي تدعو إلى الاقتتال بين الإخوة الليبيين وتدعو إلى دخول العاصمة بقوة، أي بقوة السلاح، للقضاء على ثورة فبراير. ونحمله هو وسيده المجرم حفتر وحكومة المربوعة، ونحمله هو وسيده المجرم حفتر وحكومة المربوعة أي قطرة دم تسال بسبب هذه التصريحات الغير مسؤولة. وندعو السيد النائب العام، وندعو السيد النائب العام لإصدار مذكرة قبض في عقيلة صالح أبو سويت بتهمة التحريض على العنف والاقتتال بين الليبيين، وكذلك بتهمة الخيانة العظمى لدعوته للجيش المجرم السيسي للتدخل في ليبيا وقتال الليبيين وقتل الليبيين. نبارك الخطوات التي اتخذها رؤساء المناصب السيادية بعدم تلبية دعوة العجوز الخرف المنتهي الولاية للاجتماع في مدينة سرت، لكي يطلب منهم صرف ميزانية لحكومة المطبوعة. ونقدر حرصهم على الوطن وثرواته ومؤسساته. نعلن رفضنا التام لتشكيل أي حكومة ثالثة أو موازية في أي دولة، وندعو حكومة الوحدة الوطنية بعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة تنتج عن تكليف من برلمان منتخب جديد، وعليها الإسراع في إتمام الإجراءات الخاصة بذلك. نعلن رفضنا التام لتصريحات المجرم الصهيوني السيسي بوصف ثوارنا وكتائبهم المسلحة بالميليشيات الإرهابية، ونقول له: تفرغ لشعبك الذي تعيش الذي يعيش الأمرين من حكمكم الظالم، وأصبحت حياته ذلا وهوانا وفقد وقهر، حيث أن ديونكم الداخلية والخارجية فاقت 600 مليار دولار، وليس
وليس لك وليس لك بليبيا وشعبها، فهم مهد الأبطال والأسود الذين يعشقون الحرية والدفاع عن بلدهم وشرفهم ولا ينحنوا إلا لله وحده. الله أكبر. وأخيرا أخيرا وليس آخرا نقول عاشت ليبيا حرة أبية موحدة، والمجد والخلود للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر في مدينة مصراتة من أمام قاعة الشهداء يوم الجمعة الموافق 3/6/2022 الموافق 3 شهر ذو القعدة 1443 هجري، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يا أول هجمة نبوها توصل للرجمة، يا توار قول هجمة توصل يا توار قول هجمة توصل للرجمة يا توار قول هجمة توصل للرجمة يا توار قول هجمة توصل للرجمة يا توار هجمة نبوها توصل للرجمة. الله أكبر. يا سراج سعيد بن غزي جيفه وما تلقاش معزي، يا سراك سعيد بن غزي جيفه وما تلقاش معزي، يا سراك سعيد بن غزي جيفه وما تلقاش معزي، يا سراك سعيد بن غزي موت وما تلقى متعزي، يا سراك سعيد بن غزي جيفه وما تلقاش معزي، يا سراك سعيد بن غزي جيفه وما تلقاش معزي. يا الله يا الله دمر حفتر واللي معاه، يا الله 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 الله أكبر الله أكبر. الآن مع رجل من رجال ساحات التوراة الأستاذ محمد الضراط فليتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حي الله الأحرار، حي الله التوار، نحيي إخوتنا من الجنوب الليبي، حياهم الله وبارك الله فيهم وسدد خطاهم. نقول لكم في هذا اليوم إن النصر لآت بإذن الله، إن النصر لآت بإذن الله. نقول يا إخوتي عسى أن تكرهوا شيء وهو خير، عسى أن تكرهوا شيء وهو شر وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو كره لكم. في يوم الأيام في بداية ثورة 2011 كان المقبور ذهب وركب حتى في الطيارة، جاء المجرم عبد الله السنوسي والمجرم ولده سيف ونزلوه، وسبحان الله أراه ربي أدلة وطلعوه في الأخير من غرفة المجاري هذه في سرت. حتى احنا بإذن الله المجرم حفتر المجرم حفتر ومن معه وعقيل صالح بإذن الله هذا مصيرهم. احنا نقوله ممكن الله سبحانه وتعالى ممكن رايد بينا إشارة، لكن هو خير، لأن كيف تجي أنت كيف بيوصلك هذا لكي غادي. وحادثة قليلة حصلت في حرب البركان الأخيرة، ولد المجرم كيف المقبور يا حفتر جاك الدور، يا كيف المقبور يا حفتر جاك الدور، مصيرك كيف المقبور يا حفتر جاك الدور، مصيرك كيف المقبور يا حفتر جاك الدور، مصيرك كيف المقبور يا حفتر جاك الدور. هذا المجرم بالعيد الشيخي لما تكلم وتكلم على اهل درنا وعلي بن غازي قال له قنفوده، قال لا يمكن اكبر من 14 سنه يطلع. سبحان الله ولده جاي لعندنا وشدوه اسير هنا في واحد شدوه اسير في في في, في طرابلس. الله سبحانه وتعالى انت في يوم من الايام لو انت تفكر بينك وبين نفسك وتقول هذا المجرم كيف بشيء كيف ينتقم مننا انا، لكن سبحان الله الله سبحانه ادله وجاب له ولده هنا خانع كذي واللي بيدار في شيء الناس مساكين اطفال وصغار وكبار كانوا كذي، قال لا يمكن يطلع منهم واحد حي، وهذا ما مثلهم مثل الدواعش. سبحان الله ربي أدله. واحنا يا اخوتي نطمئنكم باذن الله، نقول لكم باذن الله حتى اخير هذا وحتى هذا لابد الله سبحانه وتعالى حيجيب المجرمين هنا باذن الله وحنقتصوا منهم ويكونوا مثل المقبور باذن الله. الله اكبر الله اكبر. نقول لكم على عصابه البرلمان وعصابة الصخيرات وعصابة ياسر تشاب موتوا ما تحكم البلاد، حفتر يا ياسر تشاب موتوا ما تحكم البلاد، حفتر يا
رشاد. موتوا ما تحكم البلاد. اقتل يا اسير رشاد. موتوا ما تحكم البلاد. اقتل يا اسير رشاد. موتوا ما تحكم البلاد. اقتل يا اسير رشاد. كان اتفاق الصخيرات لمدة سنة قابلة لتقديم السنة. اليوم ما في 8 سنوات. اليوم في 8 سنوات. الاتفاق وشفتوا كيف صار فيها والسرقة اللي سرقوها والسراج والعصابة متاعها ومحمد هيثم ما محمد هيثم ومش عارف وغيره وذلك. تو الوقت الحاضر حكومة اتفاقية جنيف ووزنيقة ومش عارف شنو اللي أوصلت حكومة الوحدة الوطنية إلى الحكم. لما ما نجحوش هذا مع عصابة عقيلة وعصابته وبشار هذا كانوا في قائمة واحدة والمجموعة الثانية ما نجحوش شو داروا؟ كان في الاتفاق إن البرلمان من حصة الجنوب يكون رئيس البرلمان من الجنوب. هل نفدوه ما نفدوش؟ هذا ما تو لما تقول لي أنت نية هذا عقيل صالح وداهر والله لا وعقل ولا كذا يا راجل أنت تضحك عليك والله والله إلا مضحكة خلوكم مضحكة قدام الناس. لكن أنتم أنا نقولكم أنت مش مضحكة أنت عميل. الكلام اللي يقولون لك تنفده لا غير ذلك. معقولة واصل بيك الدرجة إيه واصل بيكم الدرجة إلى هذا الحد تقول والله غادي اسمع هذا قال لا والله نضج لا والله قال كويس وغادي هو يصل. لكن نقول في النهاية بكل الله سبحانه وتعالى لابد بيخزيهم وبيدلهم وربي بيقسمهم هنا بإذن الله. نسأل الله أن ربي يحفظ البلاد والعباد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أحبتي باسمكم جميعا أهدي بعض الأبيات لثوار الجنوب الذين أتوا لهذه المدينة الطاهرة ليشاركون في هذه الوقفة. أقول لهم مرحب بكم يا ثوار، مرحب بكم يا أحرار، مصراتة بترحب بكم أرض العزة والفخار. مصراتة متهون علينا، مصراتة حرة في يدينا، والتاريخ يشرف فينا، بشرى لكل الأحرار. مصراتة